دويش مساء الخير حبيبي، مساء الخير شنوم انت فاكهة المجلس، ما يصير تنامي بعد عمري. مساء الخير. هلا والله، شلونك؟ طيب، شخبارك؟ ساك بخير. عندي اعلان ايه اعلان. هذا يا ابو دويش، باكج السيارة ذا هدية لك يا ابو دويش. صدق ابيك تفتح وتشوف الباكج يا ابو دويش. شوف باكج للسيارة، كل ما تحتاجه سيارتك في باكج واحد، وبعرض بطل مظلل للسيارة. ايه مظلل. ايوه شاحن للسيارة بعد. لا استند لاصق. شوف ويش هذه، مظلل الزجاجة الأمامية. قص البيض الله يجيك زين. والله هذا اللي في الاحتياج، كل يوم توقف سيارتك جنب الباص عشان الذلال. الحين لا، حط المظلة. هذا واحد. اثنين يا ابو دويش، كيبل شاحن ضمان مدى الحياة. ثلاثة يا ابو دويش، راس شاحن شفته يدعم الشحن السريع. ايوة. اربعة، منظم جانبي. شفت المنظم الجانبي؟ يعني منظم جانبي. منظم ينظم لك السيارة، تحط فيه علب البيبسي، تحط فيه المناديل. اي والله صدق زين. ايوه ده تحطه جنبك، ايوه بين الكرسي والتكية. ايوه ينظم لك المكان، هنا تحط بطايق، هنا ذا الباكج فيه ثمان قطع يا جماعة الخير، كل ما تحتاجه السيارة في باكج واحد. دلع سيارتك. هذا ساد للفراغات، الشغلات اللي تطيح جنب الكرسي، بطاقة طايحة، جوال طايح، ريالات معدنية. ايوه وممكن تكون سلة نفايات، هذه اثنين في واحد، تبيها شنطة تبيها حق نفايات تكون جنبك. واذا بغيت ايوه تحط فيها النفايات بدل ما ترمي في سيارتك الاوساخ او ترمي في الشارع، وتكون في الجوال تعلق عليه الجوال. الباكج هذا الرائع، ثمان قطع، تحتاج سد الفراغ بهذه القطعة. بعد شنطة لحفظ المشروبات. افتح يا ابو دويش، انسان متخلف تحط ذي جنبك. لا تعلقها بذي. ايوه وتعلقها وتحط اللي تبي. والماي ما ياخر ترى. وفي ستاند خلي زوجته عنده سيارة، ترى مناسب تهدي المدام ابو عبد العزيز. مناسب انك تهدي المدام يا ابو دويش، تهدي المدام حقيبة السيارة. كل ما تحتاج السيارة من كماليات في صندوق واحد، رتبوه لكم متجر أنا تقني وسموه صندوق السيارة. كم سعره؟ السعر سابقا كان ب 349، الآن ب 159 ريال فقط يا حبيبي. بلاش والله، عرض جميل. ب 159 ريال، شاحن يدعم الشحن السريع، واير كيبل عليه ضمان مدى الحياة، ساد للفراقات، هذه ترتب لك بطايقك ودنيتك بدل ما تكون متعفرة، هذه تحط فيها مشروباتك او تحط فيها النفايات، وهذه مظلة. باكج متكامل ب 159 ريال فقط. 159 يا ابو دويش، تقسط مشترياتك وتشتري للمدام باكج السياره. ايش فيك تضحك؟ حق حماده اصقق. يلا تقدر تقسط مشترياتك مع متجر انا تقني بدون فوائد، تقدر تشتري باكج السياره اقساط بدون فوائد. اما العرض الثاني، ركزوا معاي، خمسة كيابل شحن ضمانها مو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع، مدى الحياة. خمسة كيابل ب89 ريال مدى الحياة، كيبل قماشي مقاوم للقطع. فرصة يا جماعة الخير، ب89 ريال خذ لك ثمان كيابل، واحد ارمي في المكتب، وواحد في السيارة، وواحد غرفة النوم، واحد الصالة، وواحد الاستراحة. عيش وخلي جوالك فول شحن، ضمان مدى الحياة ب89 ريال. والله عرض بطل.
مقاوم للق... لاحظوا يا جماعة الخير الأسعار غير شاملة للشحن، يعني الشحن عليك يا النوري سواء في الكيابل أو في صندوق السيارة. يكلم غير الشاحن، ما أدري كم يكلف، كم قالوا كم؟ قال يمكن 9 ريال. 9 ريال تقريبا، 9 يعني مبلغ بسيط رسوم التوصيل.